الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما احبابي واحباب شفيه المغربيه لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير ان شاء الله بحول الله وقوته غدا نوضع واحد الوصفه خاصه طلبتها واحد الاخت وخليت لها تعليق بانني غادي نوضع لها الوصفه ولكن غادي ان شاء الله تنفعوا بها كاملين وغادي تنفعوا بها كاملين، السحر توقيف الحال، الناس اللي عندهم توقيف الحال بسبب السحر المرشوش في العتبه في العتبه او الانسان الحاقد الباغض الناس اللي ما تيخافوش الله تيبغيو ياثروا عليك ديما نداوموا عليها فسيكفيكهم الله والسميع العليم عندنا نقراها في كل صلاه 11 مره وندير الشخص المعين اللي يقابلني نبدا نحطه في بالي ونقول اللهم اكفنا شر فلان ولد فلانه اذا واحد الاخت حطات تعليق الله يعاونها والله يسخر لها ما في السماوات وفي الارض والله يكون لها عون ومعين والاحبابي واحباب الشفية المغربيه كاملين بدون استثناء سحر توقيف الاحال هو باغين يوقفوا لكم حالكم ويشوفوكم كما بغاو هما تحسوا بانهم أنتم فايتينهم ولو يكونوا احسن منكم يكونوا تحسوا بانك انت اقوى منهم واكثر منهم في هذه الامور المراه اللي تتكون بحال هكا تنقولوا داري على شمعتك نحاولوا ما نبقاوش نعاودوا اسرارنا حيت الكلام او الهضره اللي تخرج من الافواه ديالنا هي اللي تتاثر علينا هي العدو باش يضربنا وباش تي يطاكينا او تنقولوا باش انه ياخد واحد العصا باش يضربنا اذا نحاولوا كتموا اسرارنا ونحاولوا اننا ما نتباهوش بالامور الجميله الا كان خدام مزيان ما نبقاوش نشكروا بزاف قدام الناس ونحاولوا ان نكتمو الاسرار ديالنا اما الحاقدين والباغدين والساحرين فيما مشيتي كاين تيخرج لك واحد من ما تعرفوش من تيخرج لك شياطين الانس اكثر من شياطين الجن تنقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اذا الله سبحانه وتعالى قادر بالعباد عدنا الملحة وعندنا الشيح عندنا الملحة وعندنا الشيح الناس اللي عندهم توقيف الحال في البيت تيكون الزوج كما قالت الأخت كانت كان خدام مزيان وكان كان أنه تيشتغل جيدا ومن بعد ما بقاش يبغي يمشي للعمل والأرجل ديالو تيضروه رجلين ديالو تيضروه وتيحس بألم إذا الوصفة ديالنا ديال اليوم هي عبارة عن الشيح والملحة ولكن القراءة اللي غادي نقراو عليها هي اللي غادي تبطل لنا جميع الأسحار وجميع التوابع اللي عند الزوج أو عند الزوجة أو في البيت انطهروا البيت من النواحس ومن التوابع إذا غادي نأخذ واحد الكمية ديال الشيح على أساس جوج معالق ديال الملحة والشيح جوج معالق غنوضعهم هنايا في هذا الاناء انوضع هذا الاناء ونوضع الشيح كما انا واضعه ونوضع الملح هكا نقرب الفم ديالي نقرب هذا هذا الفم ديالي وانا تنقرا انا تنقرا باش انا نطهر العتبه والجسد الزوج او الزوجه اللي عندهم تعطيل الاحوال الناس اللي عندهم تعطيل الاحوال خاصهم يقراو يداوموا على سوره القاف وصورة الواقعه باش ربي يسرح لهم كل الأمور اذا غادي ناخذ الشيح والملح وانا سنخلط وكتاب الله امامي يا ريت ديروها بالليل كلشي الامور ديال الليل تتكون جيده عندها طاقه نورانيه اذا غادي ناخذ ناخد, ناخد الماء مع الشيح مع الملحة ونقرأ صورة الصافات صورة الصافات سورة القاف، سورة الصافات، وسورة القاف، وسورة الواقعة، المعودتين وآية الكرسي، آية الكرسي غادي نقراها سبعة المرات، المعودتين غنقراها سبعة المرات، أما الصور اللي عطيتكم غنقراهم مرة واحدة على الماء، سورة الصافات تطهر البيت من الشياطين الإنس اللي على طريق الحسد والسحر والعين، أما سورة القاف تسهل الأمور. اما صوره الواقعه لتسخير الامور غادي غادي نقرا الايه اللي سنقراوها ديما قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين 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 ديما نورك على او نضاعف على المفسدين 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 من ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن, ان الله لا يصلح عمل المفسدين 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 وغادي ان شاء الله غادي نعطي للزوج ديالي يعوم بهذا الماء بعد ما نصفيه نخليه ليله كامله غادي نغطيه بعد القراءه غادي يدخل الغرفه ديالو دخلي ليه شي ويعوم به ويخلي الماء على الجسد ديالو لانه خاصو يبقى بهذاك الماء باش انه يبعدو يطرد العوارض اللي عنده في الجسد غادي نرش العتبه ونرش البيت كامل الرش البيت كامل البيت اللي تيكون الحال تيكون البيت كله كله فيه فيه طاقه سلبيه طاقه سلبيه داخله على طريق الحسد او العين او السحر ولكن من تشد الرجلين ان تيكون من تشد الرجلين تيكون انه سحر المرشوش تيكون اثر على الارجل اذا ناخذ هذا الماء بعد ما عام به سيد او السيدة غادي نلوحو في مكان عاشب ما نخليش في مجرى المياه غادي نسبح او نعوم في الغرفة ديالي ونجمع الماء ما نكترش الماء ونرش العتبة في الليل في الليل نرش العتبة كل ليلة نرش العتبة ولو يكون انسان تيرش او تيرش السحر المرشوش غنخليه هذاك الماء يلقى هذاك السحر المرشوش وغادي ان شاء الله ما تلقاوش الصباح تينشف الماء وفي نفس الوقت غادي ناخذ قنينه بخاخ وغادي نرش الزوايا كامله غادي نرش العتبه ونرش كل شيء البيت نقدر نرش الملابس نرش حتى الملابس اللي تنلبسو هاد الماء ما تاثر ما لونو تيبقى غير تبقى غير ابيض ما ما تيتلونش اذا آه غادي ناخذ هذا غادي نقرا الناس اللي عندهم تعطيل الاحوال غيقراو سوره الرحمن على ماء ويشربوها آه الناس اللي عندهم السحر آه توقيف الحال غادي ناخذ آه غادي ناخذ قنينه ماء وغادي ان شاء الله نقرا عليها سوره الرحمن ويبقى الزوج الزوجه الاولاد كلهم يشربوا من هذاك الماء باش يتشافوا من العوارض النحس اللي داخله على طاقه السحر المرشوش لان السحر المرشوش والحمد لله تي تي, تي تبطل لاصعب هو الاكل لكن ولا يفلح الساحر من حيث اتى ولا يفلح الساحر من حيث اتى ناخذ السبحه ونبقى نسبح ولا يفلح الساحر من حيث اتى ولا يفلح الساحر من حيث اتى ولا يفلح الساحر من حيث اتى مية مرة في كل صلاة حتى حاجة ما غادي تبقى باذن الله لان الله موجود الله حط حاط القران الكريم يبطل كل حرف من السحر والحمد لله القران اقوى 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 من شياطين الانس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل اذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناه فعلوا الجرس ابوناو لابد انكم تدعموا القناه وتبارتاجوا الفيديوهات لعل وعسى يتنفعوا بها الناس وعندكم اجر باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته